من 10 مباريات، بينما يأتي اتحاد الشرطة ضيف اللقاء اليوم في المركز الثالث برصيد 16 نقطة بعد أن وقفنا دقيقة 11 النهاردة، وبيعاونوا مصطفى عطية مساعد أول وكريم مهيا مساعد تاني، وادي كرة جوة 18 مريشة ومصطفى عطية مساعد أول كريم مهيا مساعد تاني وأحمد خميس حكم رابع. زي ما وقف شوية على كرة جمعة وادي أمامية على طول عند ويليام جيبور، إنما على طول ياخدها في سكته كده ويروح أيمن حفني يا ولد يا لعيب، وادي مرة تانية والهدف الأول والهدف الأول الرائع والهدف الأول الرائع أيمن حفني. أيمن حفني هو اللي عمل هذا الهدف الرائع، مش ممكن، خلصها من واحد والتاني وضحك على أحمد كمال وخد منه وخطف وصلح ويليام. وويليام الراجل ده من أي مكان بيشوط، من أي مكان بيشوط، هو هداف الفريق، هو هداف الفريق بأربع أهداف ويليام، وده هدفه الخامس. يا سلام يا ولد يا لايبير يا لعيب يا لعيب، على طريق جورج ويا، على طريق طبعا سلفه السابق على طول جورج ويا، مش ممكن، بيحط شومة في المقص ويليام جيبور اللاعب الليبيري. الراجل يعني من أي مكان، بقول لحضراتكم يمكن شفته في أكتر من هدف سجله هذا الموسم ويليام جيبور مع طلاع الجيش، هدف أكتر من رائع عمله أيمن حفني كويس جدا. و على طول على طول يعني ما كدبش خبر زي ما بنقول كده، ويليام جيبور من اي مكان بيشوط على طول، وهدف اول هدف مباغت في الدقيقة التالتة. ويليام جيبور الراجل يعني على طول ما صدق يتلاقي مع الكورة، يعني زي ما هي جاية له كده على طول حط وش رجله، بتنم طبعا عن مهاجم متميز جدا لما المهاجم او اللاعب عموما بيشوط من اي وضعية ومن اي يعني مكان جايله فيه الكرة وبياخد على طول برجله، يعني بتبقى قمة الفكر وقمة النضج وقمة الاحترافية طبعا بالنسبة للمهاجم على وجه الخصوص. ادي كورة عند قطاوي، ادي الامامية على طول واستلام ويليام جيبور، لعيب ما شاء الله بدنيا قوي جدا ويليام جيبور، بقول لحضراتكم بيفكرنا ببلدياته النجم الكبير افضل لاعب في العالم 95 جورج ويا. ادي ويليام جيبور هيشوط من هنا ولا ايه؟ عند عماد السيد، وادي الاماميه على طول، انما على طول داخل منتهى الخطوره عماد حفني. ادي معروف يوسف الاستلام من معروف، انما بالخطا كره مع كمال، انما جمعه مشهور، وادي الاماميه ويليام جيبور، هل يروح بسرعته ويليام؟ انما على طول ما تفزلكش ابراهيم القاضي، عارف مين اللي في ظهره واكيد دارس طبعا ويليام جيبور كويس جدا. ويليام جيبور بيسجل خامس أهدافه هذا الموسم مع طلائع الجيش، ويعني بيصبح كده في صدارة هداف الدوري المصري. أدي كورة منتهى الخطورة وهدف تاني، مش ممكن مش ممكن، لسه بقول لحضراتكم أدي العرضية. لا اللاعب ده، اللاعب ده يعني هيعمل كتير قوي في الدوري المصري في الموسم ده والمواسم التانية لو قعد في الدوري المصري. لا ويليام جيبور، ويليام جيبور اللاعب الليبيري، مش ممكن، الراجل من أعلى نقطة. بس هل في يعني، هل كان سابق، هل في يعني شبهة كده تسلل ولا ايه في الكرة اللي فاتت؟ يعني الكادر الاولاني خالص ممكن يبين لنا، انما الراجل طالع من اعلى نقطة واحمد سعد طلع على الفاضي وحط على طول رأسية رائعة ويليام جيبور، يعني لا تنفي طبعا المجهود الكبير اللي عمله ويليام جيبور في الكرة اللي فاتت. لاعب سادس اهداف ويليام جيبور عشان يتصدر قائمة هدافي الدوري المصري هذا الموسم ويليام جيبور. ادي الكوره بمنتهى الخطوره اماميه عماد حلمي، انما احمد سعد على طول، يا راجل بتعمل ايه يا احمد يا سعد؟ مش ممكن مش ممكن، يعني الراجل بره لسه بيوقف وبيسند. مباراه كبيره قوي، المباراه اللي فاز فيها طلائع الجيش على المقاولين، اتعب استلام علي رابو، انما يقطع كويس قوي عبد العزيز حسن، وادي الاماميه ويليام جيبور بيسقطوا له كوره في اي مكان. الراجل ده ويليام جيبور كان بيفكر يصوب، دخل مره ثانيه ويليام، ابراهيم القاضي ويلعب العرضيه، ابراهيم القاضي كاد انه يتعلق في كتفه كده ابراهيم القاضي. بقول لحضراتكم ما شاء الله الراجل ده بدنيا عالي جدا ويليام جيبور اللاعب الليبيري. طلع الجيش مره اخرى، ادي نجم المباراه بقى ويليام جيبور اللاعب الليبيري، الليبيري جورج ويا، واللي شفناه كان لعب امام منتخب مصر في تصفيات كاس العالم 98. ادي كوره مره ثانيه، وكان سجل في مرمى عصام الحضري لو تذكرهم في المباراه اللي كانت هناك في ليبيريا اللي انتهت 1-0 لصالح المنتخب الليبيري. عليه شويه توصل على طول عماد السيد، ادي الاماميه على طول في اتجاه ويليام جيبور،
ينط اعلى من الجميع علي في المنطقه القانونيه بالنسبه للاتحاد الثالث عشر لمسابقه الدوري الممتاز المصري لكره القدم. سعدت بحضراتكم اعزائي المشاهدين، كان معكم محمد ابو عوف، الى لقاء واحداث الشوط في الدقائق الاولى من المباراه بتمريره جميله من ايمن حفني، ثم عاد للنتيجه بكره عرضيه من سعيد كمال الليبيري ويليام جيبور، يعني جورج ويا هذا الشبل من ذاك الاسد بالتاكيد، ويليام جيبور من جورج ويا، طبعا تقدم ويليام بهدف ثاني لطلائع الجيش، ثم 13 لمسابقه الدوري الممتاز المصري لكره القدم. سعدت بحضراتكم اعزائي المشاهدين، كان معكم محمد ابو عوف، الى لقاء واحداث الشوط. سيد ادي الاماميه على طول، استلام كويس تحت ضغط على طول، ادي على طول ايمن حفني والاماميه على طول رايح بسرعته ويليام جيبور ويحط جسمه، انما خالد سطوحي، خالد سطوحي والله، يعني خالد، وانتهت الكره بركنيه لصالح طلائع الجيش. ادي الاعاده مره ثانيه، ابراهيم القاضي والله هو اللي كان معاه في الكره اللي فاتت، ابراهيم القاضي شايف كده واقف ايهاب المحص بياخد تعليمات من الكابتن عماد سليمان، مقرب للمنطقه القرونيه كده، وادي معروف يوسف او عبد الله فاروق، وادي كوره بمنتهى الخطوره على طول، ابراهيم يقف على كورته ايمن لانطلاقه من ويليام جيبور، يا ولد يا لعيب ويليام لو خد، انما السيد عبد العال وادي الاماميه في اتجاه ويليام جيبور هذه المره، انما على طول الى يد احمد، انما ملعب طبعا او استاد الدفاع الجوي من يعني ينضم لقائمة السادات الرائعة اللي عملتها قواتنا المسلحة العظيمة طبعا. توصل على طول أيمن حفني مرة تانية، على طول أيمن حفني يبقى بيجيله على طول ويليام جيبور، تقف الكرة وتخدمه مرة تانية، ويليام جيبور عايز يسيطر على الكرة، وادي كرة إسلام كمال يا راجل صوب على طول، تاني لعيب مهاري أيمن حفني، ادي استلام ويليام جيبور، ويليام جيبور واقف على كورته مستني المسانده، عايز يعدي ويليام، انما ركنيه بالفعل خرجت، حط رجله محمد السادات لاعب المنصوره السابق طبعا، اللعيبه الكبار ويليام جيبور، ادي كوره على طول بلال هيلف العرضيه بركنيه، عادي بلال يلف واحده حلوه في اتجاه المرمى ويليام جيبور، هنشوف مع بعض كوره مشتركه، خالد قمر بالفعل كرة مشتركة مع حسام حسن، إن شاء الله سلامات خالد قمر، في جرح كده في وجهه خالد قمر، نزل الجهاز الطبي على طول، خالد ثلاث أهداف مع اتحاد أدي كرة مرة تانية وداخل، إنما أعتقد في ركلة جزاء، ركلة جزاء بيحسبها لأيمن حفني جهاد جريشة، جهاد جريشة تانية ولا إيه؟ هنشوف مع بعض ركلة الجزاء وعايز أشوفها في الإعادة مرة تانية، ادي على طول، وهل ايمن حفني هو اللي راح لجسم احمد كمال ولا هنشوف القرار لحضراتكم، ولا احمد كمال هو اللي اصطدم بايمن حفني، ادي الاعاده مره ثانيه نركز فيها، ايمن حفني هل هو اللي راح واصطدم بايمن بأحمد؟ الجزاء شيء من الاعتراض كده من جانب الجهاز الفني لاتحاد الشرطه على ركله الجزاء اللي احتسبها، ما فيش استاد النيل على مباراتنا النهارده، انما الحكم لحضراتكم، هنشوف مع بعض ويليام جيبور هل يعمل هاتريك، ويليام جيبور جيش، وزي ما قلت لحضراتكم صلاح امين ترك له الملعب فاضي عشان يثبت ان هو المهاجم رقم واحد في طلائع الجيش، ويليام جيبور، ويليام جيبور، وبالفعل الهدف الثالث هاتريك ويليام جيبور في لقاء اليوم، ثلاث اهداف ويليام، الهدف السابع عشان يبتعد بعيدا بصداره هدافي الدوري المصري هذا الموسم الليبيري ويليام جيبور، يثبت والله ان هو لاعب من طراز جيد جدا، مهاجم رائع طبعا، والرقصات الافريقيه نيولوج جديد في الاحتفال بالاهداف من جانب ويليام جيبور اللاعب الليبيري. بقول لحضراتكم ادي كوره على طول على يمين احمد سعد عشان هل يسجل هاتريك، بالفعل عملها ويليام جيبور وهاتريك في لقاء اليوم اللاعب الليبيري، ثلاثة اذا طلائع الجيش، اثنين اتحاد الشرطة، هل يستطيع اتحاد الشرطة؟ ادي مرة ثانية من اعلى نقطة ياخد ويليام جيبور، لعيب مميز جدا، ويا سلام على الكتف القانوني، انما يعني ان شاء الله سلامات لاعب احد لاعبي طلائع الجيش واقع على ارضية الملعب، ادي ويليام جيبور ومعاه اللي تحت دي كلها مدافعين، يعني لو قادر يلعب اكتر من ثلاثة في ايمن حفني واسلام جمال
بالنسبة ثلاثية الهاتريك طبعا في لقاء اليوم الليبيري ويليام جيبور اللي استطاع أن يهزم اتحاد الشرطة اليوم ويقتنص النقاط الثلاثة لفريق طلائع الجيش عشان يرتفع طلائع الجيش فوق اتحاد الشرطة بفارق نقطة ويصبح رصيده 17 نقطة ويتوقف رصيد اتحاد الشرطة عند 16 نقطة ويقتنص طلائع الجيش المركز الثالث ولو مؤقتا من اتحاد الشرطة.